وللمزيد عن هذه القمة العالمية تنضم إلينا موفدة قناة ميديا أن تي في إلى مراكش مها جمال. مها أهلا ومرحبا بك. مرحبا لينا، مرحبا مشاهدينا. مها، اليوم هو اليوم الثاني من هذه القمة العالمية، حدثينا عن أبرز المحاور التي تم التطرق إليها في اليوم الأول والثاني. القمة العالمية للهيدروجين الأخضر وتطبيقاته في دورتها الثانية تقام بمدينة مراكش كما قلت لينا. خلال يومها الأول تمت مناقشة السياق الدولي للانتقال الطاقي، حيث أصبحت هناك حاجة ملحة اليوم للتوفر على محروقات منزوعة الكربون في العالم بأسره. كما تمت مناقشة سبل تأهيل سوق صادرات الهيدروجين الأخضر. كذلك محور آخر تمت مناقشته في اليوم الأول من القمة وهو تمت مناقشة كيفية كما قلت تأهيل سوق صادرات الهيدروجين الأخضر وتموقع المغرب في خارطة هذه السوق. للحديث أكثر عن موقع عن أشغال المحور الثاني اليوم الثاني للقمة ينضم إلينا مشكورا السيد الصديق صباحي، مسؤول اليقظة العلمية والتكنولوجية لمعهد البحث للطاقات الشمسية والطاقات الجديدة. مرحبا سيدي وشكرا على قبولك. مرحبا مها، شكرا على الاستضافة. سيدي، أشغال اليوم استهلت بندوة شارك فيها سفراء وممثلو دول مختلفة، أكثر من 30 دولة شاركوا في القمة. ما هي أبرز النقاط التي ارتكزت عليها الندوة؟ أبرز النقاط هي هذا السباق العالمي الذي شهده العالم منذ حوالي 4 إلى 5 سنوات من أجل سباق الدول نحو التموقع فيما بات يعرف باقتصاد الهيدروجين الأخضر، اقتصاد الهيدروجين بصفة عامة وبصفة خاصة الهيدروجين الأخضر الذي تضمنته مواثيق دول وتكتلات، مواثيق خضراء مثل الميثاق الأخضر الأوروبي والميثاق الأخضر الأمريكي وغيرها. حصة الأسد من أشغال اليوم كانت حول محور سوق صادرات الهيدروجين الأخضر، هل من سوق محلية ودولية للهيدروجين الأخضر؟ وأين تتموقع المملكة المغربية في هذه السوق؟ هو هذا السباق العالمي كما قلت هو الآن في مرحلة دراسة السوق ودراسة الأهداف الكبرى 2030-2050. هو توجد السوق لأن الهيدروجين يستعمل منذ عقود في صناعات الحديد والصلب، في الكيماويات والبتروكيماويات، ونتحدث الآن عن التنقل المستدام. الآن نتحدث عن السيارات الكهربائية والسيارات التي تستعمل طاقة الهيدروجين، وخاصة في المغرب نتحدث عن صناعة الأمونيا الخضراء التي تستعمل في الصناعات في الفلاحة، والتي تستعملها خاصة مجموعات المكسب الشريف للفوسفات كي نحقق صناعة وطنية ونصنع الأمونيا الذي يعد الهيدروجين من أبرز مكوناته، حيث إن الأمونيا هي هيدروجين وأزوت عوض استيراده أكبر قدر من الخارج. فصناعة الهيدروجين الأخضر ستمكن من هذا، كما ستمكن من توطين عدة صناعات في المستقبل. شكرا سيدي على مرورك. عودة إليك لينا، نذكر أن القمة تروم خلق منصة إقليمية تعنى بالمشاريع الطاقات النظيفة بمختلف جهات المملكة وبمختلف جهات المملكة بما يتمشى والرؤية الاستراتيجية الطاقية لسنة 2030. شكرا موفدة ميديا أن تي في إلى مراكش مها جمال، شكرا جزيلا لك ولضيفك.